اللعيبه ما عندهاش طموح، لعيبه المنيا ما عندهاش طموح، اللعيبه النهارده لو عندها طموح تكسب الماتش دوت 4-5، لكن انا زي كل ماتش ابقى ماسك الماتش وفي الاخر يجي جون فيا، وانا قلت لهم بين الشوطين هتضرب جون زي الماتش اللي فات واللي قبله واللي قبله واللي قبله، لان انت ما بتستغلش النعمه اللي ربنا مديها لك. وطبعا اللي تابع سير المباراه يحكم زي كل مره، يعني لا مش تقصير، عدم طموحي انا مش عاوز، انا قلت لهم خلاص يا رجاله يعني نلعب ونأدي اللي علينا. اديك شايف الجون اللي ضاع في اول الشوط، واساسا شبه ان احنا مستحوذين على المباراه يعني بشكل كبير، بس ما عنديش كلام اقوله، يعني اديك شايف الناس كلها هي اللي تحكم مش انا اللي احكم. يعني والله الحمد لله، يعني الفرقه النهارده ادت ماتش كويس، كنا مستعدين كويس، بس يعني المصري برضو كان بيلعب تحت ضغط، وكان يعني كان الماتش يهمه بصراحه يعني اكتر مننا، بس احنا ادينا اللي علينا، يعني عملنا اللي قد اللي علينا واجتهدنا في الملعب، بس ما فيش نصيب ويعني والحمد لله يعني، ومبروك للنادي المصري. نقول الحمد لله طبعا، مرزم مباراه كؤوس يعني، لكن المستوى الفني لم يرقى طبعا لاسم الناديين، اذا كان يعني طبعا المنيا يمكن يعني عنده العذر بتاعه، ودافع العذر ان هو اول سنه ليه في الدرجه الاولى، والدافع ان هو ما عندوش حاجه يبكي عليها. بالنسبه لنا احنا كان 3 بونت مهمين جدا جدا، يمكن من اهم النقاط اللي احنا حصلنا عليها، عشان حتى ما نبعدش عن الموقف اللي هو التنافس تحت، فان شاء الله ربنا يسهل كده واللي جاي يبقى احسن يا رب. يمكن من اهم 3 بونت في الدوري، الحمد لله. يمكن فوزنا الحمد لله مباراه، بس خلاص الفرحه الجايه كده، لان اللي جاي برده لازم نركز، لسه برده ما خرجناش من دايره الصراع في الهبوط، يعني الحمد لله اعتقد لجهه الرابع، بعد الرابع يعني النهارده اعتقد بقينا 5، بس لسه برده، لكن الحمد لله احنا موقفنا احسن من بقيه الفرق، فاللعيبه اعتقد ان هي ابتدوا يلاقوا نفسهم. برده كان الله في العون اللعيبه، التوتر ده انت عارف اللي هم عايشينه، برده الميديا بقت عاليه والنتائج بتاعت الفرقه الثانيه برضو، لكن الحمد لله اعتقد ان هم على قد المسؤوليه، اعتقد ما يخرجونا من النفق اللي احنا كنا هنخشه.